بسم الله الرحمن الرحيم كل تي وعنا ونكسن داود الميل كستا جوكتان كنا سوى دواد مركة لي برنامج كان الدين تين استحاد وتضبات كيبا هالمركة داوتان تلفيشي كعالمي كيستار برنامج كدين تين استحاد وتضبات كيبا هالمركة شعر سنة علمات كان الدواني السومال لان كوا سوكا هالنقض ضبك الدوان الدين تان كوا كمدا هذا برنامج كتضبات كوا حيقو مرتيا وعن النقوع عصبين الشيخ محمد هيبة الشيخ محمد هيبة قيلة وقرأي الشيخ كوسا دو برنامجك برنامج كتضبات كان هدي الله ايه بوين نوح نكاك هذا نم مصيبة عجران قاتك إن وقولي شيخ برنامج كان سكبل هونينا إن قاتك سامي إنه عابو برشدك يا لنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقهر رينبا وحن سلام يا ددوينها مسلمين تاه ملك استوائي جوغان قد أيد بدبا برنامج كان لا صعدة وحنا نقول سلامي سلامتا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة ونعمك مدى نعمك إلهي سبحانه وتعالى نسيي إن إنه ما أنت هلو فرصة أي نوه هلو إن ما أنت لقى هذا اللي أودتك اللي قوانين أيه وإذا عدها يتي في يده يمرك وحويا سوشيال ميديا هبا إن بدن ما أنت يكون بدن تهي سيدتك اللي قدق لها مشكلة دي مصيبة مرك وحويا نقاتك وليه هاي عاف ما دهان يو لنعاد كلامه. أنا هدي أنا كسر دوادو كلمة دن يسواشن ولا كان نويديه وحنفلا يا مجتمعاتك وحيليهن دباتوين يو حيابع عذراء أمراض وما ده كودعه. النجا جود هان مركز لا سومالي ملك استوى يجوعان به عذراء السامية بكمت هاي ومركز استعمالك بالوده شاتك يسجارك حقيقة وآد وقف فافي وعقلوا أن مركز وحوي أن ده سهرين ما أنت أو ينوجن هاي إن بدن أي كور رمان علمه معناه حويان حكم كيسة إن دخاتيرته أي كور رمان عاف ما دهان لبعت ذي مشكلة دولية هاي إن دتك كل تخصصي عاف ما ده إن قاله أي مركا إن بدن يقلفته ذو أي كور رمان إن مجتمع يهرو مركيسة يم مشكلة دولية هاي إن بدن أيه مركا حويان مقلي لكن وحفلا يا إن أنا كف اللين إنت عسي أيو بهن تاي ما دام مشكلة دنا تاي مشكلة سوتشرينا ومدة سوتشرتي انتا ان كبدن ان ددك لغا وعي غليو ان حكمكيس اي مركا وها ويان شريعه كوليه لو عاديهو ان دباتدا عافماد اي مشكلتا عافماد كو كوليه بحركا هو يلا سي بلبلاريو ان دباتدا دقالها اي ميد غود اي ميد غار او يليه وليه با ان يدا لفتي ددك لو بياميو مشكلتا يدو كاله اي مركا يدو ميشا تاله بربرك قويسك اي وها ويان ان شكي سارينا تالفتي دنا ان مركا وها ويان ان ور لغا هادلو مر ولبا waxaan filayaa maanta qof kasto caaqilo in dhargaladay mushkilada bahalkaasi dadka ku hayo aad buu uga warhaya een waxaan filayaa qofku markuu ku dhax jiray jiray ka baxo ayuu dhibaatooyada aad u dareemi kara oo qofka isagu aan ku dhax jirin ama aan la soo nooleyn ama aan geedahan isticmaali jirin ayaa marka wax weeyaan qofkaasi aad ugu muuqata qod maasanta sheekh waxaan een dhalinyarada iyo caqabad nooc isku noqonayaan isku yelanayaan qaadka والله كل ما أنت واحد سلعي هاي أنا أقول شخصياً سانو أركو مشكلة ده هو وجوه وين مجتمعنا هايسته أيكم اللي قاتي سياركوا وعم فيلا يا قف لأن يرضى هاي لأن عمرك لقى إجا وقف تأير وقف سو كوريا وقف عقل جيس إيو أود جيس إيو مركها حوي المسكات جيس وارجني مجلس أنا كوف اللين ده مالها كلا عالم كبوي كلا حيابات دروغوين وضدكوا استعمالا لكن المشكلة مشكلة ده إنه قارك وحوي قاتي أو دروغة isagoo waxyaabihii kale markaa waxa daraagiska ah kaba sii liito ka sii khatarsan uma arkaan dadku inuu daroogo yahay mushkilada waxa weeyaan ka sii daran waa taa weeyaan dhalinyaraduna waxaan filayaa waa mujtamaa sida gaarka mujtamaa qaybta kamid ee sida gaarka dhibaatooyinka markaa waxa weeyaan u baalkaasi u gaarsiibay kamid tahay haday tahay cibaadadii haday tahay akhlaaqdii haday tahay waxbarashadii hadii ay tahay markaa waxa weeyaan horumarkii haddii tahay markaa waxa dhinacyada kale ee markaa horumarka ay qofku ka horumari laha ay waa mushkil haysata weeyaan walbaasta sheekh in badan bad bulshada ka wacyiga sambeel kala doono fagaara magaalada Hargeysa iyo masaajidada in maxaad ka xasuustaa dhacdooyinkii qaadka aad kugu la yaab ka badnaa wallahi kulli bahalkaasi sheekooyinkii Soomaa sheekooyin la soo koobi kara maaha أنا الحمد لله أنا كل باش أنا شخصياً وقت هراء يا إلهي سبحانه وتعالى يقدر ويجي وحنا إلهي سبحانه وتعالى يا وقام هاد نقيا إن إلهي سبحانه وتعالى يقدر ويجي وحاسة يقصابها أنا قاعد دكتور كحويان برش تفسير كدكتور
oo ka dhigtay markaa waxa Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dir ayaa markii aanu marinay suurada la suuratul Araf sifadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaga waramayo Nabi Maxamed Rabbi subhanahu wa ta'ala ku soo saaray wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith haqiqatan aayada markaa ama aan akhriyo ama aan lagu tukinayo ama cidii ay nagu waaninayso dareen gaar ah ayay markaa xoween aayadaas igu leedahay maxay yeleey habeenkii aanu darsiga marinay ee u horeysay ee Sheekhu markaa aayada noo fasirayay ayaa wuxuu soo dhigay in waxyaabaha khaba'iska uu kamid yahay qaadkii sigaarku anuu markaa labadaba waan isticmaalaa darsigana waan fadhiyaa laakiin arrintaas saameyn weyn bay ku yeelatay Sheekha ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala alla ka sokow sabab igu ahaa inaan iska daayo intaa intii ka dambeysay waxaan dareemay dee faa'iidada aan ka helay markii aan qaadka iska daayay waxaan diinta Ilaahay ayaan markaa waxa wax ka mid a bartay walow aan arday ahay wax fara badan oo kale oo wanaaga oo horumara ayaa ii suurtagalay deedna waa naftaydu way u adkaysan weyday in mushkiladii iyo dhibaatadii aan ku dhex jiray maadaama dad badan ay ku jiraan inaan ka aamuso waxa weeyaan way isiin weyday marka kolleyba wax badan kamaanaan qaban laakiin kolley dhaqdhaqaaq kooban ayaan insha allahu ta'ala ayaan markaa waxa ka sameynay kolleyba halkaa meesha khayriyada oo maalinta jimcaha kalmadda waanidaan ka jeedino haddaanan mawduuca si markaa gaar aanan ugaga hadal kolleyba waan ku dhex daraa waxa kaloo caadan aanu ka dhiganay in marka u dambeysa iyo gunaanadka aanu dadka tashiic iyo dhiirigelin ku sameyno oo aanu rayaa iska daynaya deedna ciddii iska daysay waan uga ducaynaa ilaahay baanu baranaa ilaahay subxaana wa tacala wax ka khayr badan ugu bedelo talooyina waanu siinaa waxaanu kula talinaa inuu asxaabtii hore iyo dadkii hore markaa ula majliska ahaa bedelo iyo inuu markaa waxa weeyaan go-aanka u qaatay aanu dib uga noqon iyo bal inuu isbarbardhig ku sameeyo nolosha cusub ee u galay inta kabacdi intuu qaadka iska daayay iyo ka hor dhibaatada iyo rafaadka ku jiray labadaana inuu isbarbardhig ku sameeyo waxyaabaha inta badan aan kala hadal ayay ka mid tahay waxaa kaloo iyaduna jirta lajnad u gaara wacyigelinta qaadka iyo balwadaha oo la yidhaahdo ururka wacyigelinta iyo markaa waxa weeyaan dabargoynta mukhaadaraadka lajnadaasi oo lajnad jirta ah oo markaa waxa weeyaan muddo iminka waxa weeyaan dhowr sanaba markaa waxa weeyaan shaqaynaysay oo weli shaqadii aan joojin laakiin markaa waxa weeyaan taageerada markaa waxa weeyaan ay mujtamaca ka heshaa aada u yaryahay qolada laba qolo ayaa taageero fiican xaqiiqatan oo xagga markaa waxa weeyaan aanu ka helaa taageerada markaan la hedha taageero dhaqaale kama hadlayo oo isaga taa iyada taa laysma weydiinba laakiin culimada iyo dhakhaatiirta qaar ka mid a ayaa waxa weeyaan inta badan dadka waxa weeyaan ka wacyigeliya oo lajnada waxa weeyaan la shaqeeya oo dowraadka la qabanayo gobollada loogu baxayo kuwa magaalada gudaheeda laga qabanayo iyo su-aalaha inta badan markaa waxa weeyaan arrimaha ku saabsan markaa la qabto dowraadka ayay aada iyo aada culimadaasi markaa waxa weeyaan uga qayb galaan ilaahay ina miisaanka xasanaadka ugu daro ayaan leenahay dabcan waxaan filayaa maanta mushkiladaha ugu waaweyn ee mujtamaceena haysta ayay ka mid tahay waxaanu filayaa waxyaabo badan oo dhibaatooyin oo maanta jira oo dadku il kale ay ku eegayaan isaga hooye iyo aabo ah diinteena islaamku si culimmadu ka warrameen waxay u soo degtay ilaalinta shan arrimood oo waaweyn oo lala arrimaha markaa waxa weeye daruuriyaadka shanta ah ilaalinta diinta ilaalinta nafta ilaalinta dhaqaalaha ilaalinta nasabka marka waxa weeye sharafka ayay u soo degtay maanta shanta arrimood midnaba kama tegin diin kama tegin oo qofku markuu qaadka markaa u barriinsado uu yahay qof qaad cuna u yahay waxaa laga yaabaa cibaadadiisii inay markaa waxa weeyaan ay markaa waxa weeye ka dunto cibaadadu cibaadaysanaya inaan ahayn cibaadadii la doonaya la faray waayo qofku xaalado kala duwan oo aada adag bu ku jira waa laga yaabaa dadka aan qaadka aqoon ama qaadka aan cunin ama qaadka aan soo marin inaanay sida aanay u dareensanayn laakiin qofku xaaladu caadi yahay ma jirto qofku markuu qaad cun yahay markuu soo qaato waxa weeyaan qof caadiya ma aha waxa weeyaan waa qofka aada arkayso inuu aada u faraxsan yahay farxaddiisu ay xaddhaaftahay markuu soo qaato toban qof hadday meel wada fadhiya ama labaatan qof labaatan kuba wada hadlayaan war waa sidee waa naan qaniinin buu kuleeyay weli maa naan qaniinin waxaa soonaysa markii la qaniinay xaaladu caadi noqonaysa hadhow haddaad soo martood salaanto waxaa laga yaabaa cid salaanta kaa qaadaba inaad weydo maxaa yeelay bahalkiiba wadnaha taabtay nin walba wuu hinfaadhayaa haddaad tiraa war maxaa idinku dhacay cidiba idinka hadli mayse wuxuu leeyay wuu nagu dhibcay bahalkiibaa nagu dhibcay na gaadhay hadhowbaad arkaysaa xaaladii oo si kale oo qofkii markaa waxa xaalad kale ku jira war maxaa kugu dhacay wuu igu barhgo-ay macnaha waan yabaalay macnaha waxa weeyaan intii aan doonayay baanan helin oo qayb ka mida baan helay markaa waan yabaalsanahay
هذا هو لغة يابا مركز السياحة سقرة حائط هاي قفك أو تشارتين أما تقولي كودة شرتان أو وقت دمشن قرية وارمحاكو هلا هي بلو حلقة أنت صحتها وحلمة مركز السياحة كله كوشين كان قارو وار مرقامة أرورتي بدر كسا قفك يو وقت لك على شقتك لو بدنا نروح بعد سادين وحنجرتا قدوني وار ميض حنوصل نسا ما قادر أنا هاي وهي هذا بقرب قفك قرم عبادي سنية قرم شقي سنية قرم وحبرانية قرم نصنية قرم مجتمعي سي أمدي سو حقا مانية تاو حكا سيدرن وحيدا خاتيرتو عاديين حانونا دعوه خطر سنة ما انت مجتمعي انكو بضن انو بالكاسي هو يبيع هدي تاي فالقة هدي اي تاي ليكركة هدي اي تاي مركا وحويا ان حانونا كلوفة ربضن وبالكا كانسركة دبناها اي مركا وحي عالوش اي مالكا لكو دعا انو كل الاختر ميه لكن دا خاتيرتا انتي انكا مغلي ان بضن باي كورا من حانونا دعوه خطر سنة ما انت لقا عبان ايو ان مركا وحوي بالكاسي سو بيه طبعا والله وحن فليها أنا كل وقت بدن إيوه نقالة بدن إيوه كتلقل بدن ببهية لكن وحن سليها ما دام إنه ضد مسلمين النهاية بقولك يا بقول الحمد لله رب العالمين نعمة ذا وإلهي نسيه سبحانه وتعالى بل إن هرتك فد يا ميسانك على سعره إن قفكوا لو يديع لماذا وإلهي وحن سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والأهل العلم وحن يديع بقى إلهي سبحانه وتعالى وحيابها اللعنو أما اللعبو عددكوا استعماله أما واحد لعنوها النقطة أما واحد لعبها النقطة وحياة بدتكوا استعماله سيع علمته كور رمان ويقيب سينه قاركود واحد نقنايا وحياة وذا دافع شيء وذا دافع شيء جهدو وذا دافع هاي يا علمته حنا شغلنا وياه شيء حلال أما واحد ويان دافتي ساكة بدن لبعت ديس تعلفت هذا واحد شغلنا علمته إنه هاي شيء حلال كلا بعد واحد ويان شيء وذا لبعته هدو وذا لبعتي هاي دي عقلك سليم كابا قرني شيء وذا لبعتي أنا مركب واحد ويان أنا حلال هاي هذه دبعت دي سوكا بدن تاي ليفتي سنة يسقون ليس كحران تأيوك بيرسع علماء دين وشجع القرآن كواحد ليس سبحانه وتعالى كجور رمي مركي الخمر قال لحران تلمي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما رب سبحانه وتعالى عليه وحكوي دينيا خمر يا خمارك واحد لهذا دم دبعت بدن بعكسوكن حوار ديفنا وليه ديفت اللي جه ليه وحكا بدن دبعت دوليه marka wa arin barnaanka taala weeyaan oo aan shaki ku jirin waxaan islaahay wax laga qaban kara koow in horta shacab iyo xukuumad indii loo guntado in dadku go'aan qaataan in sidii mujtamaa ay jiilasha dambe horta dadka qaar way ku tageen dadka qaar way ku socdeen xabaalaha madhabkay ku galeen way ku tageen iyagu qaar sidii baalka uu wadeen ayuu u isticmaaliyeen ayaa wax laga yaabaa qofkiisa go'daanka ku haya inuu wadno marka xoyn hoos u go waxaan dhaqtarii sheegay shan iyo labaatan qof baan ka tiriyay buuri inta qof saayado loo sida la ay keenay ee loo haystay dadku inuu nool yahay loo haysto marka ay ka maqanta waa la wada dhimanayo in walba wax weesu ku dhinto u dhimanayo laakiin waxay dhaqaatiirtu cadeeyeen halista caafimaad ee baalkaas leeyahay waxaan isleeyahay waxa laga qaban karaa koow xukunka diinada u leeyahay oo culimadu sida ay u cadeeyeen si ka badan u cadeeyaan dadaal badan ay muujiyaan miyi iyo magaalo bari iyo galbeed gude iyo dibad in marka wax weeyaan culimadu marka wax weeyaan si waafiya ay marka wax ugu guntadaan sidii baalka wax weeyo lagu qaban laha laba in dawladdu siyaasad cad ka yeelato waayo mujtamaaciyadii baa baabaaya wax weeyaan dadkeedii baa ku go'aya qoysaskeedii baa ku burburaya da'yarteedii baa marka wax weeyaan ayaa dareegada daroogada ku baabaaysa in siyaasad cad oo ku wajahan daroogooyinka marka wax weeyaan qaadkiisa sigaarkii wax kale la midka ay ka sii daranba laga yeesho waxa kale wax laga qaban kara een masalan waxa jira dadka masalan dhaqaatiirta caafimaadka iyaguna khayr Allah siiyo rag badan oo dhaqaatiirta oo caafimaadka oo aan hebel iyo hebel iyo hebel aanan ku soo koobi karin oo intii xataa lajnadaasi jirtay nala hawl galay oo si wanaagsan marka bar iyo galbeed iyo goboladaba nala tagay oo dadka marka waxa weeyaan aad marka waxa weeyaan uga wacyi geliyay horena uga wacyi gelshiray oo farabadan ma jira waxaana dhaqaatiirta ninku markuu dhaqtar yahay dadka kala lamid baa caafimaadkiiba uu garanaya wixii caafimaadka wax yeelayba uu garanaya laakiin nasiib darooyinka jirtay kamid tahay in rag dhaqaatiira oo caafimaadkii garanaya oo mushkiladii musiibadu leeyahay garanaya in iyagoo cunaya haddana ay dadkii daweynayaan ay u soo fadhiisanayaan oo laga yaabo inuu warqada u qoro u dhahdo qaadkii sigaarka ha cunin haddii aad cunto dawad waxba ku tarimayso isagana afartiiba ka soo baxa kacayo xiriib ku dhidhisan yahay mushkiladda dadale waxa lagaga qaban karaa dadkii cuni jiray sidoo kale ee iska daayay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka daweeyay inay dadkooda waayo aragnimada ay xambaarsan yihiin iyo sida la iskaga deyn karo iyo talooyin inay dadka ka siiyaan anigu shakhsiyan intii aan ka maqnaa bahalka wax badan baan tijaabiyay magaalada Hargeysa oo imika anigu aan deganahay
ملك استوك سوى يقول تطبع يقول سلامة أنت بقى قاسة وحلا جاية وين كل هذا وين كود دعية ورمعان كوه قبته يدي يقول دعية قاد كان عنو شري تتكي ما ننتي بري هالكاسان خيرية ده كوي مدا ده وعد كتشي دنيا تيدنا تتكي لوجد دعية بكم ده رمضان تي تكتي وقت جا عين كابا تتكي مساج كا عين كالا كتشكيلية أنا كم ده نينكي أما وح برا نيا رجع قارو حركي بابور يبصدي مركي هرنا ملع الأفردي بابور يبصد أكو شقيستا وحركة رج وحبرت أم معاهدة كصوب بحي أو علماء والدعاء ده بان ركي وحركة رج ورك مركا وحير هير السماء يستي أو جورس دي انت بالكيس كده يين مركا إنا نان أولا محبا لقى قام كرا إنا نان أولا على الأقل من تأويل إيه مركا لقى بدادين كرا تدكي لقى بدادي وتدكي ويا رجني ماذا أقولها إيه معناها هو يوحى سوء ونشري واحد جرو تدك قات كيف شقين شري وقات ككين شري ورد أضيالة وما أنت تشوفه ويا رجني ماذا هي هيان ما أنت أنا عيد مركا وحوي هذاين sheekooyinka baahalka lagaga waramayo iyo dadkii markaa isticmaal jiray mushkiladii masiibada heshay qofka de ka rusheegay weeyaanay waa wax aad soconaysa malaha waxani wax aqliga gali karma waxa lagu wax lagaga qaban kara in guntiga dhisha la iska dhigo oo markaa waxa weeyaan in loo sameeyo xataa bal horta inoo dambeeyso wixii kale laga qaban karayaa goobo muayna in loo sameeyo cusbitaalkii dadka xanuunsanayeen ee dhibaateysna ay jiifeen ayaa qaadka hortiisa lagu yibinay waxa ninki wala halku ku xudhaa ee jelmajnuunki ninki xanuunsanay ee markaa waxa weeyaan cusbitaalka jiifay ardaygi wax baranayay madrasada iyo iskoolka markaa waxa dhiganay masjidki lagu cibaadeysanay meelahi markaa waxa weeyaan dadku isugu imanay ayuu qaadkiyaala in ba gar loo saaro in meelo qayiman oo xataa loo lugayn karo oo qofkii deewarka waxa weeyaan doonaya halka inta uu lugayo marka qaadka laga hadlayna xaqiiqatan ay sigaarka iyo qaadka iyo dadka cuna iyo dadka laga waramayo macnaheedu ma aha dadkan cuna la naciibaha ma xaqiiqatan ma nahay ma aha diintan waa diin nasiha way qofka muslimka ana sahabi kamid ashaabta nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam baayatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ala iqaami salaah wa itaa'i zakaa wa nusuh li kulli muslim marka diintan soo galay inta wixiidka la imiida in دين تسوق عليه رسولك عليه الصلاة والسلام حن كله شيء يقول ليه هاي بعد التوحيد صلاة دينا أوجو وارجو نجي لبعض أركان تسلمك توحيدكم ما كهري صلاة دينا أوجو إن الزكاة بحيو إن المسلم كستبع والنصيحة هيو أيان رسولك كله شيء مركها من باب النصيحة وهي والنصيحة والنصيحة موقت يجا ونقل للدنيا لا لا مد دوني حمال لا مد دوني إنه قف حلال شقيسته إنه حلال عنه إنه حلال كنا ولاده إن أنا الليلة والنهار إن كينين مجتمعي سأنا أسوي واردين اللي واحد ويان وعدت كيني وهو يوين كين وهو لا لذين وأبياشين ودائرتيني وأبحيني وحمانت أنا كنا عسى أنا نكيني أنا كنا قال أن كهلي أبد كي أريد إذا مطى إذا مرك أنا أهل كي أن سينايو هذي دت كي أن كوبا بينايو محي قيمة إلى ذا وحتى هذا الصومال ذو إن قف قبو قر الله ما بابيو إن قف قبو قر الله ما بابيو مرك قاعد قال لك هذا معنيه ماها dadka ka shaqeysta iyo dadka cunaya in la naciib yahay ma laakiin mushkiladiisi waa baahday ummadii ba baabaysa qoysaskii ba burburay anigu shakhsiyan ka maxamed ahaan kay kuway hooyaday iyo aabahay dhaleen ee aan walaalaha isku hooyaday aabaha nahay ee isticmaala turjumaana in aan u doorno ma isba fahmo mushkiladu waa maxay waqad ka weyn waan ma sa tahay maxamed ee hukoomada bal qoliyi inta badan qad ka warraysay hukoomada wadadan maleedi سفعا وشقي بمنان لكن كل يبدي انت بدن انغو دي ددك شعب كامل انت بدن كو دخجرا ددك شعب كا يعني كو دخجرا كل مساله دني مركا دين على ايغو ان دي ددك دقالهود اي عافماتكود اي دينتود اي امنيغود با دي ددك مسؤولين تبا يا مسؤوليه كسارنت مسؤوليه با كسار الهينا سبحانه وتعالى دي وحويان وحو كل حساب تميو مركا انغو ودا شقينتا وحان اوغ باهنو iyo wada shaqeynta de rag horana waan isku aragnay wasiirka uu qaafto marar badan baan isku aragnay uu nala shaqeeyaa een lajnatul amr bil ma'ruf ayaa iyaguna markaa hooyana la shaqeeyaa een masaajidada oo dhamaan ka hawlgala bari iyo galbeedba waan ka hawlgala markaa waxa weeyaan dhinac walba aan u socona dad badan oo daa yar oo markaa waxa weeyaan aqoon yahana oo wax bartay oo aad markaa waxa weeyaan iyaga laftooda nolo shaqeeyo qaar kood ay buug qoreen ayaa fara badan laakiin markaan runta ka hadlo een kulli ba een halkii looga baahnaa ma wali laga heli maasla insha Allah taa ee gabagabadii barnaamijkan soo gaaray een waxaan jiray dad badan oo qaadka ku ibtalaysan bal
هل شيكو أم هل تصالو أو موسو قادرنا وقاتكاس أو قاتكا تصالو نقوين سكتايا دي هرتا تصالك لبا إنتي نانجلين يعني إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كاو حكوري وكلوا وشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين عنا أعبه هنا إسرافين أبا إلهي سبحانه وتعالى إسرافك إن هذا حولها كو إسراف تانسكي لالي وعقال رب سبحانه وتعالى قرآن كوري ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وارها تعطى ذين حولها هسير سيدنا هسير سيدنا كوة حولها هسير سيدنا الشيطان كولا إلو ولا لهم بربي سبحانه وتعالى وعقال إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوري ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ورنا فيه إن هدلنا بربي سبحانه وتعالى الله ويدين حريصنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آيات كلو حي لله سبحانه وتعالى ورجع مين هيسكوها لكن هدي علماء ذين ما أنت إنك ودك هنا ما أنت علم ليه مرك ودك هنا هرجي سمر كان يشوفنا ما أنت دي سؤال هرجع بالويدية وفت وضع وعلماء الله يقانا ومعروفة علماء ذين مر كل ويدية محي لهذين أذكر بلديب الرعاه وحي كل شوابين صائق إن شيء جنورته وحلاه كاستعماله يور إلهي نكيابة وعافمات كين يدقالهين يعبادتين يأخرين يدنعين بأطرة إسكت داية حولهين هصير سيرنا عافمات كين هكو عيارنا دين تين مركب حويان هكو عيارنا وبد كين يمركب حويان دل كين يو وحي مشكلتك إسكت داية بنولانا بحال كاسي شيكوين كيس لبسو كوبي كرو نين أنو قرابنا هيو بربرتشو ويحوقولي أني قو قيلة يو قول كو قيلة يو قبرنا إدارة كو درميليان بولي أيا واحد دوني بول إنان حوغا كليل كي حابت إيان دوني بول القبيستو سو ميدو إلي مركان حمام كي مركان غلي إيه آن ميدي أيا مريهي عالكي مصبار كي آن ساري بان كاقيم بول وحان سو أفكي سيوغا شاقا نكاس ويسكت داي نكاس قات وبل مركان سو بحي حابليه درك ميدي يبا دارة كي يعي بولي أنو مركان ورم هاي بولي أنا قو سلقصاني آن سو نغضي بولي مركان قوب تايدي سو فرستي أيا تماهي قبيهي كد أيي aya baadi chat ku ugu jiray gowda ku haybul war ma aqalka dirashmeenaya oo biya ka soo dhacaya deedna waxan kartay buu inaan qaawanahay saas uu sheegaya marka wuxuu dhinkaasi mariyihi laba sheego man kala soo baxay sanduuqaygi meeshii man ka kacay buu kaas aan igu dambeeyay waxan looga sheego dad looga qaateen oo ay ka sheegeen dariiqa barbar taga niman haajiyad wato oo bari u soconaya ayaa abdaal meel u dhaw ayaa nin wan saw haya aya dariiq aqtiis joogwaar si qaaday buu markaan wankiisa uu soo saaray ayaa islaan saddex iyaali dab ordayaan oo dhaxda mar ku xurato ooysa ayaa halka ka soo baxday buu ilaahay baan in ku dhaarin hadda dad islaamatiin hanaga qaadin oo goma dambaysay baa tilbuu oo goma dambaysay hanaga qaadin deedda waanu sugnay wankaas aan noogu jiray baa tir ariga kiina waa kaas oo ku soo qayalay waxaan wankiina islaantii baan u dajinay isagina intaanu garacnay baan xaq abdaal u qaaday baa keef ka waran ubadkiisi iyo ooridiisi nin wankii ariga ugu jiray qaadaya oo ku qeylaya aqaliga ku jiraan ku jooga miyo mar qaamisa oo saxraameed ku wadiye ya mar qaamisa oo saxraame oo saxraasey why not qof caadi ma id intu ku u dhimanay ee dheefta uu keenay laa ee rabbi subhanahu wa ta'ala kala xisaabtamay ee nabi guru calayhi salaatu wasalaam ka faa bil mar'i ithman qof waxa dambi ugu filan inuu dayaco cidii mas'uuliyad ka saareed hadduu ku wankii haysteen ka soo qaato ku qeylayo markaas aqali ku jiraa aqali kuma jiro maalinkii iska daayo buu qaran karaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.